اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. النهارده ان شاء الله هنعمل باتون صاليه فعلا مقرمش جدا وحلو قوي، وهنعمله بكذا نكهه من بره، ووصفته كمان سهله قوي. تاني وصفه هيبقى كوردون بلو، هيبقى محشي بالجبنه، وتالت وصفه هيبقى كيكه شوكولاته بالصوص شبيهه جدا بالجاتو شاتو اللي عملناه قبل كده، بس هيبقى باللبن المحلى المكثف. طيب للوصفه اللي معايا اللي هو الباتون صاليه، معايا 50 جرام زيت، 50 جرام او ملي لبن دافي، و50 جرام زبده صفراء طريه. هيبقى معايا معلقه صغيره خميره فوريه، ومعلقه صغيره سكر، ومعايا حوالي كوبايتين دقيق. خلاص كده هي دي المكونات، وهيبقى معانا طبعا رشه الملح. الموضوع بسيط جدا، لو احنا عايزينها بالكوبايات، الزيت ربع كوبايه، اللبن ربع كوبايه، والزبده ربع كوبايه، والدقيق كوبايتين 250 جرام. طيب معايا للوجهه بقى بيضه او صفار بيض زي ما تحبوا، ومعايا بقى حاجات اللي نقدر نحطها زي السمسم، زي حبه البركه، زي اليانسون، يعني اللي تحبوه، الشمر، اي حاجه. طيب احنا هنحط، حتى ممكن نحط جبنه مبشوره، يعني بتدي نكهه وبيعملوها بره بتبقى جميله جدا. هنحط الاول اللبن الدافي، الوصفه دي مش محتاجه تخمر خالص. هنحط الزيت، نحط الخميره والسكر، واحط الزبدة مع الدقيق. بقلب ده بس مع بعض، كل السوائل اهي خلاص حطيناها. هبتدي احط الدقيق ومعاه الزبدة واحدة واحدة. الزبدة لازم تكون طرية خالص على درجة حرارة الجو، ونبتدي كله بقى نعمله مع بعض، نعجنه مع بعض. انا بس كده الاول بالمعلقه علشان ايه تسهل عليا المواضيع اهو، وبعدين نزود بقيه الدقيق. هضيف كمان الملح عشان ده المفروض الباتون صاليه بيبقى مملح شويه، فمش هنحط شويه صغيرين، يعني شويه حلوين. اللي عايز يدخل بقى اي نكهه جوه ممكن، يعني ممكن اي نكهه من الحاجات اللي تتحط بره دي تخش جوه عادي جدا. اتاكد بس الاول الزبده كلها اتفرقت كويس، وابتدي اكمل بقيه الدقيق. هجهز معايا برضو صينية الفرن، عليها ورقة زبدة بقى احتياطي، علشان دايما ورقة الزبدة بتساعد على ان الحاجة ما تلزقش، فانا بفضل دايما ابقى حاطة ورقة زبدة. للي عايز يرش دقيق ممكن برضو. خلاص كده انا شايفه تقريبا كله تجانس مع بعض حلو قوي. هبتدي بقى ازود الدقيق. طبعا كل دقيق على حسب، فكل واحد على حسب احتياجه، يعني كل نوع دقيق بيبقى مختلف. فاحنا تقريبا المقادير كده تقريبا، وكل واحد على حسب بقى ما يحتاج. نحط دايما الدقيق واحدة واحدة. وما فيهاش مشكلة لو الوصفة مش طرية قوي، يعني تبقى متماسكة، لانه المفروض يبقى مقرمش، مش من الحاجات مش من المخبوزات الطرية. Thank you.
كده بقى. بتأكد ان كل حاجة تجانست مع بعض. يفضل نعجنها لمدة 5 دقايق تقريبا. الزبدة لو سايلة مفيش مشكلة، يعني ممكن الزبدة تبقى سايلة، مش لازم تبقى طرية، مش هتأثر زي مثلا اي وصفات. يعني مثلا بسكوت ما ينفعش الزبده تبقى سايله خالص، لازم تبقى طريه، تبوظ الوصفه، تخلي العجينه على طول تفرول معانا. لكن في العجين اللي هو بيبقى فيه خميره مفيش مشكله، يعني ممكن تبقى سايله. للي يفضل اللي هو ان هو يسيحها بس ما يغليهاش على النار. طيب بعد ما بنعجنها شويه حلوين، هنبتدي نشكلها على شكل الصوابع. نبتدي بقى نحدد احنا عايزين سمكها قد ايه وطولها. يعني انا شايفه كده ممكن هي تكبر لسه شويه، صغيرين في الفرن، ف المقاس ده حلو، هيبقى سميك شويه. اللي عايز يرفعها يشيل كده ويبرم اكتر شويه. انا شايفه كده حلو. نحطها دي هنا ونعمل بقى الباقيين زيها. طيب وانا بعمل كده عايزه اجاوب على شويه اسئله. انا جالي سؤال من ريم بتقول لي ممكن يا سالي اتعشى بيض مسلوق في الرجيم؟ مشكلتي مش بعرف اصحى بدري وبالتالي يومي بيبدا متاخر. طيب بصي يا ريم، بالنسبه للنوم المتاخر ده طبعا بيبقى مشكله، والصحيان المتاخر. البيض عموما بالليل حلو، يعني انا بنصح بيه لو مش حابه الزبادي، ممكن اي بروتين، والبيض من البروتينات الحلوه جدا، بالذات البياض بتاع البيض ده بروتين صافي حلو جدا. فما فيش اي مشكله ان انت تاخدي مكان الزبديه ممكن بيضه او اتنين، او جبنه قريش او فيتا زي ما تحبي، انت ممكن تنوعي. طيب بس انا بنصحك طبعا بالصحيان البدري، علشان يعني الصحيان البدري والنوم البدري ده بيظبط الجسم كله، بيخلي الحرق مثالي جدا واحسن بكتير قوي عن النوم المتاخر. النوم المتاخر بيخلي الواحد يعجز بسرعه، الخلايا مش بتتجدد بكفاءه، الجسم نفسه كفاءته بتبقى مختلفه تماما، وصحيا كل حاجه مش بس الحرق. طيب عندي غدير بتقول لو سمحتي عايزه رجيم بعد الولاده، اللي بعد الولاده. انا عندي رجيم حلو جدا على الموقع بتاعي، تحت قسم رجيمات هتلاقي رجيم لوقت الرضاعه. لكن اللي انا اقدر انصحه، انا طبعا عاده يعني انا بكتبه او كتبت الرجيم ده علشان سألت كتير قوي، هو رجيم هايل وبيجيب نتيجة حلوة جدا، لكن أنا عموما مش بنصح بالرجيمات. أنا بنصح بأن الواحد بالذات ساعة الرضاعة نشرب مية كفاية جدا، المية هي الأساس، ما نشربش عصاير ولا حاجات مسكرة، وناكل متوازن على مدار اليوم، ونقسم وجباتنا وجبات صغيرة، وتبقى أكتريتها فاكهة وخضار، بروتينات متنوعة، ومنشويات اللي هي بتبقى النشويات المفيدة اللي هي قمح كامل مش البيضة،
احنا عندنا ده برضو الفاكهة والخضار فيه نشويات بسيطة فبتبقى مفيدة جدا، والبقوليات برضو. طيب شايفين احنا دلوقتي عملنا اهو كذا شكل، هنعمل ايه؟ هنرصهم على الصينية. طبعا بقية العجينة دي هكملها برضو مش هسيبها، والعجينة يعني المقادير بسيطة قوي، مع يعني مع انها بسيطة قوي بس بتعمل معانا كم حلو جدا من البقسماط. طيب كل اللي انا هعمله دلوقتي هكسر البيضة وهنبتدي ندهن البقسماط ونرش عليه، بس نروح الاول لفاصل ونرجع نعمل الموضوع ده مع بعض. اهلا بيكم معايا من الفاصل. هفكركم احنا عملنا ايه. عملنا الباتون ساليه، عجينه الباتون ساليه المقرمشه الجميله جدا وسهله، وشايفين عملت معايا قد ايه، و يعني ما عملتش كل العجينه، فاضل لي كان فاضل لي تقريبا تلتها كمان، يعني تعمل كمان تقريبا نص صينيه كده، طيب او تلت صينيه. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ اخر تكه بس هندهنها بالبيض. يا صفار بيض يا بيضة كاملة، على حسب انتوا عايزينها لون ولا مجرد بس يلزق عليها الحاجة اللي هنحطها دلوقتي. زي ما قلت احنا ممكن ننوع جدا في الحاجات اللي نحطها من فوق. الشكل ده بسيط جدا، الموضوع مش صعب، هو زي عامل غيره معايا بس. اللي عايزه مقرمش بقى جدا يحط بياض بيض مش الصفار خالص. اللي عايز برضو يدخل قمح كامل، دي قمح كامل يدخل تبقى صحية اكتر ومفيدة اكتر، طبعا فيها الزبدة والزيت لكن لا مانع ان احنا ندخل فيها القمح الكامل دي الاسمر ونحولها صحية اكتر. انا عارفة اكيد هيجيلي سؤال بقى بعد كده، طب احنا ممكن نستبدل الزبدة بزيت؟ ممكن تجربوا الموضوع ده، انا ما جربتوش بصراحة بس انتوا ممكن تجربوه، لكن انا اعتقد لا مانع. انتوا عارفين مش هقدر اقول نصيحة او حاجة غير وانا مجرباها، فانا مش مجرباها بصراحة، لكن اعتقد انه لا مانع، المفروض طبيعي انه ينفع. نستبدل بس كمية الزبدة بكمية الزيت، وحاجة كمان احنا ممكن نحط يعني نخلي كمية الزبدة دي نصها لبن ونصها زيت، بحيث ان ايه احنا معانا مقدار اللبن ومقدار الزيت ومقدار الزبدة. مقدار الزبدة ده هنحوله لزيت، او نحوله نصه زيت ونصه لبن بس، فتخفف الدنيا شوية. هنحط بقى ننوع زي ما قلت حبة البركة مثلا على شوية، طبعا مكتر في الحط علشان ايه، على عشان الحبة اللي يثبتوا معانا. طيب نحط بقى في جزء تاني سمسم.
واللي هيتبقى معايا من السمسم وحبه البركه والكلام ده كله مش هنرميه، يعني اللي بيقع ده نلمه بعد كده ونقدر برضو ندخله في حاجه. ونحط بتنشف بس فنخلي بالنا. نحط كمان شويه هنا. الشمر واليانسون برضو بيدوا طعم حلو جدا. وخلاص كده ندخله الفرن بقى على 180، مش 200، 180 او اقل كمان. يعني لو نبقى على 160 ونسيبه ياخد راحته كده احسن كتير، خليه على 160. كل ما ياخد راحته ياخد لون ذهبي وياخد قرمشه حلوه احسن. لو بسرعه هياخد لون ومش هيبقى مقرمش. اهو نقلله على 160. طيب احنا عايزين بقى نبتدي دلوقتي في الوصفه الثانيه. احنا معانا حاجه الكوردون بلو، ده هيبقى فرن. معايا صدور فراخ تكون كامله من غير الجلده ومن غير العظم، بس كامله مش متقطعه، يا ريت تكون كبيره اسهل لنا. معايا بقسماط ودقيق وبيض. معايا للحشوه بقى جبنه جوده فريكو مكعبات، ومعايا رومي مدخن. معايا للتوابل بابريكا، زعتر، بودرة ثوم، وملح وفلفل. بس كده خلاص. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا التوابل هبتدي اقسمها الاول هنا وهنا، مش هحطها على الفراخ. اللي عايز يعملها على الفراخ الاول ويسيبها تتبل في التلاجة احسن واحسن، بس انا عشان اتفادى النقطة دي لو ما عنديش وقت بحط انا جزء هنا وجزء هنا، فبيتبل لي الموضوع حلو جدا. بودرة الثوم، الزعتر اختياري بس بتدي نكهه حلوه قوي برضو، ملح وفلفل. خلاص نقلبهم بقى مع بعض. يبقى حطينا البابريكا الحلوة، بودرة الثوم، اللي عايز يحط شطة يحط بابريكا حارة يعني ممكن، فلفل حار، ملح وفلفل، وشوية زعتر. اللي عايز يحط بودرة بصل برضو ممكن. حطيناهم على الدقيق وعلى البقسماط. خلاص كده دول جاهزين معايا لخلطة بقى البيض. انا هستخدم البيضة اللي انا استخدمتها من شوية دي، محبش ارمي حاجة خالص. وهزود عليها كمان بيضة، الواحد يزود على حسب الاحتياج. اللي عايز قرمشه ازيد برضو يستغنى عن الصفار. طيب هحط ملح وفلفل برضو هنا. خلاص كده كده عشان نبقى جهزنا كل المكونات قدامنا. بقسماط لازم في حاجه واسعه شويه عشان نقدر ايه نشتغل بحريه. والبيض اهو. نبتدي بقى نعمل نجهز الفراخ. كل انا هعمله دلوقتي ان انا هفتح الفراخ من جوه وابتدي احشيها بالجبن والرومي المدخن.
نجيب السكينة بشتغل ازاي بقى. زي ما قلت الفرخة كاملة اهي، باجي عند الحتة اللي هي السميكة وبدخل السكينة بشويش جدا ان انا مقطعش في حتة واعملي فتحة يخرج منها الجبنة او الحشوة، بس ببتدي اوسع حلو قوي من جوه. ممكن نعملها كده، وممكن الفرخة تتفتح نصين يتحشي ويتقفل حوالين داير، بس الطريقة دي احسن شوية، اضمن ان مفيش حاجة تخرج. مهم بس ان احنا بنوسع بالسكينة كده من جوه. والفتحة اللي احنا بندخل منها السكينة نحاول على قد ما نقدر ما نكبرهاش قوي عشان ما تخرجليش الحشوة لبره. خلي بالنا. يدوبك بنوسع من جوه. الحاجه اللي احنا ممكن نعملها بس نشيل التندر لاين. التندر لاين ده يعني ممكن يضايقنا ويخلي الصدر نفسه يبقى سميك على الفاضي، يعني ممكن نشيلها دي ونعمل بيها حاجه تانية. خلاص كده نبتدي نحشي بقى الجبنه. جبنه جوده من فريكو. ببتدي بقى ادخل المكعبات لجوه. شوف بس لو الحجم كبير نصغره. ندخل حوالي مكعبين، وندخل برضو من الرومي المدخل. هعمل القصة دي بقى مع كل واحدة. خلاص كده انا دخلت. ممكن تقطعوا المكعبات صغيره ده احسن، وتدخلوا كل حاجه بالترتيب. دي طريقه. في طريقه تانية طبعا ان احنا نروح فاتحين الصدر زي ما قلت، وندخل نلف الرومي مع الجبنه وندخله بالشكل الملفوف. طيب الخطوه اللي بعد كده، اخر خطوه، اللي هي ان احنا نغلف بقى. نجيب الصينيه نشوف برضو اخبار اللي في الفرن. لسه قدامه شويه. هبتدي اول حاجه اعملها في الدقيق. تغليفه كويسه في الدقيق، وبعد كده البيض، واخر حاجه البقسماط. طيب عايزين قرمشة اكتر بقى للبقسماط، يبقى انصح نحط نقطة زيت جوه البقسماط ونعمله مع بعض، يبقى عامل زي رمل البحر المندي. دي بتدي قرمشة احلى كتير جدا كمان للفرن، واحنا ممكن نعمل ده دلوقتي. شوية زيت ويدوبك نخلطهم مع بعض بالشكل ده، يبقى عامل زي رمل البحر المندي. ده بيدي قرمشه حلوه جدا بقى في الفرن، واحنا متحكمين برضو في كميه الزيت اللي معانا غير المتحمر. الشكل ده، ونكمل بقيه الخطوات.
شايفين حتى ليها لمعه مختلفه خالص. خلاص كده دي اخر واحده. شايفين بجد فرق ما بين اللي عليهم شويه زيت ومن غير؟ فرقه جدا. اللي من غير زيت بتبقى طعمها مبدر كده، لكن اللي بالزيت بيطلعوا مقرمشين اكتر. دخلها بقى الفرن على 200. نشوف اخبار الباتون سالي، لسه قدامه شويه. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض اخر وصفة. اهلا بيكم معايا من الفاصل. هفكركم عملنا ايه. عملنا الباتون صالي وعملنا الكوردون بلو اللي بيخش الفرن. هنطلع دلوقتي الباتون صالي عشان اخد لون حلو، وسبته شويه كمان يعني طفيت وسبته يتحمص. يعني اهم حاجه ان هو يبقى متماسك واخد لون ومتحمص حلو، ده بتدي له نكهه. فاحنا نصبر عليه، مش بيطول خالص، بس احنا يعني نبقى عارفين ان احنا ما نعليش الفرن عليه عشان يلحق ياخد اللون، وبعد ما نطفي نسيبه شويه يكمل ان هو ياخد تحميصه حلوه. شوف كده اخباره اهو، شايفين لما الواحد يمسكه كده يرفعه مفروض اهو ماسك نفسه، مش عجينه طريه. نشوف برضو بالمره الكوردون بلو اخباره ايه. لا لسه ما خدش لون، هو بياخد تقريبا تلت ساعه. طيب هنعمل بقى دلوقتي الوصفه الثالثه، وهي شبيهه جدا بالجاتو شاتو، بس بلبن محلى مكثف من ريمبو. المقادير عباره عن علبه لبن محلى مكثف من ريمبو، معانا نص كوبايه كاكاو خام غير محلى، نص كوبايه زيت عباد الشمس، نص كوبايه لبن، ونص كوبايه سكر. الموضوع اهو سهل جدا جدا. ومعانا بيضتين وكوبايه واحده من الدقيق، شويه فانيليا، معلقه واحده صغيره بيكنج باودر. طيب احنا بقى مهم جدا في الوصفه دي ان احنا نركز في تكه البيض. لو احنا ما ضربناش البيض كويس الوصفه مش هتطلع هشه، هتطلع معانا يعني مش هشه. فاحنا نركز في ضرب البيض كويس جدا في الخطوه دي، بنبه من اولها اهو. طيب هنعمل ايه؟ كله في المضرب زي ما عملنا الجاتو شاتو. هنزل اول حاجة الزيت عشان ما يمسكش معايا اللبن المحلى المكثف من جوه، تبقى عامل عازل شوية. وهنزل اللبن دلوقتي. قوامه حلو جدا. فاحنا دلوقتي لما هناخد منه هنشيل منه كوبايه. الخلطه اللي احنا هنعملها دلوقتي دي هنشيل منها كوبايه قبل ما نحط البيض والدقيق، فهيبقى معانا صوص جاهز ان احنا نغطي بيها الكيكه زي الجاتو شاتو بالظبط. ننزل بس كله علشان بيمسك شويه. فاللي انا بحب اعمله اجيب حاجه بس انزل بيها، بس شوفوا لما الواحد بيعملها بالمعلقه بينزل بقى كام قد ايه، كتير جدا. كل ده بيبقى لازق في الجدار جوه، فحرام نرميه. الخطوه بقى اللي مهمه جدا برضو ان احنا نعملها ان احنا نروح قافلين دي لجوه علشان ما تعورش حد. هنحط بعد كده السكر واللبن، وهخلي الكاكاو لسه في الدخله اللي بعد كده. ليه بقى؟ علشان عايزه ادوب السكر كويس جدا.
مع الضرب السكر هيدوب، لو ما ضربناهوش كويس السكر مش هيدوب، فنضربه كويس جدا. هحط بقى شوية فانيليا ونحط باقي الكاكاو، بس نتأكد ان السكر مش مخرز معانا. اللي عايز يزود الكاكاو ممكن، لكن هيقلل بعد كده من مقدار الدقيق. ونخلي بالنا برضو ان الصوص ما يبقاش سميك قوي معانا، لان اللي هيحصل ان هو لما هيقعد شوية بيتقل تاني اكتر من يعني لو احنا ضاربينه دلوقتي ليه قوام بعد كده بيتقل اكتر، فنخلي بالنا. وانصح برضو بالكاكاو النوع الحلو، في انواع بتبقى مش صافي كاكاو و بتبقى ارخص وما انصحش بيها. هنعاير منهم بالظبط كوبايه، بالظبط على قد الكوبايه اللي احنا بنعاير بيها، مش مج، يبقى على قد كوبايه بنعاير بيها. شايفين الصوص عامل ازاي؟ شايفين انا اهو بعاير بالظبط كوبايه لاخرها. خلاص كده هبتدي بقى ازود بقيه المكونات، وهما البيضتين وكوبايه الدقيق ومعلقه بيكنج باودر. احنا حطينا دلوقتي البيض، هنخلي بالنا جدا ان احنا نضرب في الخطوه دي جامد قوي، هنضرب لا يقل عن 5 دقايق، 5 دقايق لغايه ما القوام ده ياخد فعلا هوا كويس جدا من البيض، غير كده العجينه مش هتطلع او الكيكه مش هتطلع مظبوطه معانا. خلاص بعد ما نضربها حوالي 5 دقايق نبتدي بقى ندخل بقيه المكونات. الدقيق، الدقيق هيبقى معايا بالظبط كوبايه، دول الدقيق انا عشان خدت اللي هي معيار الكوبايه خلاص، فهستخدم النص مرتين، ده كده النص مرتين، ونحط معلقه البيكنج باودر، معلقه صغيره. خلاص كده نجيب بقى القالب، اي قالب مربع عندنا، لان هي حلاوتها في انها تبقى رفيعه ما تبقاش سميكه، وهي برضو يعني قوامها شبيه شويه بالجاتو الطري، يعني مش يعني ما بين البراوني كده والجاتو. بيها وهو ننزل الخلطة في الصينية، هي بتاخد مقاس صينية حوالي 26-28 بالكتير، 26 أفضل. لو لاحظتوا كمان بعد ما حطيت الدقيق ما ضربتش كتير خلاص. اهو خلاص كده
هدخلها بقى الفرن ونروح احنا الفاصل ونرجع نقدم مع بعض بقى الاطباق اللي عملناها. رجعنا من الفاصل وعايزه اغرف معاكم دلوقتي الباتون صالي اللي عملناه الفظيع ده. تيجي نحطه احلى حاجه في كوبايات كده عشان يبان. من كل حاجه بقى كل نوع حاجه، بجد ريحته رهيبه، طعمه هيعجبكم جدا جدا، وهيبقى احلى باتون صالي عملته بنفسكم. بصراحه كمان احلى من جاهز، الحق يتقال يعني. ان شاء الله يكون ده رايكم برضو. خلاص كده احطهم بقى قدامي وننضف عشان ايه نطلع بقى الكوردون بلو. خلاص اخد لون حلو، وعايزه اوريكم الفرق بقى ما بين اللي انا حطيت عليهم زيت واللي ما حطيتش. بصوا اللي ما حطيتش عليها زيت عامله زي المتبدره كانها بودره كده، لكن اللي هي اللي معمول فيها الزيت لا ليها لمعه كده وتبقى طعمها فعلا مقرمش، مختلفه خالص، وده اصح بكتير جدا عن لو حمرناه. لو حمرناه هيشرب زيت جامد قوي. نحط بقى خضار سوتي طبعا ده اساسي. متشوح بسيط في الطاسة طبعا كله الاول معمول على البخار او مستوي، وبعدين تشويحة سريعة كده في حتة زبدة وشوية روزميري او شوية زعتر اللي تحبوه، بس يبقى اساسي ياريت في الطبق لانه هيفرق كتير جدا. ننزل عليه بقى الفراخ المقرمشه دي. اللي راخر ريحتها رهيبه عشان الجبنه اللي جواها والرومي المدخن. بس كده. والحاجه الاخيره بقى وهو الكيكه. الفرن طبعا للكيكة على 180 درجة وبياخد تقريبا تلت ساعة 25 دقيقة. هنزل بقى عليها الصوص اللي معايا ده، حبة بركة نزلت هنا. بصوا بقى الصوص عامل ازاي، شايفين عامل ازاي، قوامه حلو جدا بسبب الحليب المكثف المحلى، بيدي له ملمس معين كده، عامل زي الطوفي شويه. ومع الوقت كمان يعني شويه كده في الثلاجه وبيمسك اكتر. بيمسك اكتر لو نزلنا الاول اللبن مع السكر
مع الزيت بيمسك اكتر، وبعدين ندخل بعد كده اللبن المحلى المكثف وبعد كده الكاكاو، بيدي قوام تاني خالص، بيبقى متماسك جدا عن كده كمان، لان اللبن مع الزيت بيعمل زي مايونيز كده. طيب نبتدي نقطع، انا عايزه اقطع تقطيع بقى مختلفه، نقطعه على مربع اكتر شبه البراونيز شويه. نقول قوامه عامل زي هش شويه، وفي عامل زي براوني كده جوه. خلاص كده ممكن نعمل لها شويه حركات. بتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم. عملنا ايه؟ عملنا باتون صالية، عملنا الكوردون بلو الرهيب بالجبنة وخفيف جدا لانه في الفرن، وعملنا مع بعض الكيكة اللي هي بالحليب المكثف المحلى. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة ووصفات جديدة وافكار جديدة. باي باي.